ليه؟ على ذكر القدرات يا فندم، هنا السؤال ازاي مصر مثلا في مجال المدرعات، المدرعه او الدبابه T-34 في مواجهه M-60 الامريكيه، ايه هو سر التفوق اللي حصل؟ سر التفوق هو شجاعه الفرد. المعروف ان مدى الدبابه T-34 اقل من مدى الدبابه M-60 والM-48A3 اللي كانت سائده في الجيش الاسرائيلي في هذا الوقت. لكن قدره وشجاعه الجندي المقاتل بالاقتراب بالدبابه واختيار نوع الذخيره المناسب. وكانت ذخيره السابو هي من الذخائر المهمه جدا التي كانت تخترق الدرع وتقتل الطاقم. كل ده كان هو اللي عمل الفارق. كما ان الفرد المقاتل اللي كان بيطلق قذائف الميم دال زي الميلوتيكا والمركبات البردم اللي كانت شايله الصواريخ، مجموعه صواريخ النمر والحاجات دي، كل دي اثرت تاثير قاتل على الدبابات الاسرائيليه. فالمدرعات المصريه كان سلاحها هو الشجاعه والاقتراب الى مدى ما بيسموه شجاعه لدرجه الجنون. وده قالوه هم لما جينا في لجان تبادل الجثث او تعيين مكان الرفات بتاع الجثث الاسرائيليه، جم كانوا بيعينوا احد الرفات يبعد عن الدبابه 3 إلى 5 متر، ده جندي اسرائيلي. طب لقوا رفات تانية على مسافه 100 متر ده رفات جندي مصري. فالدرجه قالوا كده هذه شجاعة لدرجة الانتحار أو الجنون. الله، هو ده اللي صنع الفرق. الذي صنع الفرق هو الفرد المقاتل. ودي قالها أندري بوفر، قالها في مؤتمر كبير جدا في مينا هاوس هنا في محاضرة كبيرة. قال احنا قارنا قدرات الجانبين، قارنا قدرات إسرائيل وقدرات مصر، الدعم السياسي لمصر والدعم السياسي لإسرائيل، الدعم العسكري لمصر والدعم، لم نجد سبب يقول أن مصر تهزم إسرائيل. ولكن بمراجعة الحسابات وجدنا أن هناك عنصر غفلناه جميعا وهو الفرد المقاتل. ده كلام إرادة الفرد. سؤالي دلوقتي يا فندم، بخبرة سيادتك في الحياة وخبرتك العسكرية، في ظل المتغيرات اللي احنا بنعيشها دي كلها، ما هي ثوابت حرب أكتوبر للدولة المصرية وللأمة المصرية عشان نتعامل مع هذه المتغيرات؟ أنا قلت أو في بداية كلامي مع حضرتك أن هناك ثلاث عناصر إذا توفروا لأي أمة تستطيع أن تواجه كل التهديدات اللي حواليها، وقلتهم الوفاق الوطني والوعي الوطني والإرادة الوطنية، ودول اللي توفروا في أكتوبر. الوفاق الوطني، كل الدولة المصرية كانت على قلب رجل واحد ولا يوجد لها هدف سوى تحرير الأرض واستعادة سيناء. كان الوفاق الوطني يتمثل في القوات المسلحة أنها من كل ألوان الطيف في مصر، الصعيدي والبحيري والمتعلم واللي نصف متعلم والأميين من كل المصريين والمسيحي والمسلم، بوتقة انصهر فيها شعب مصر فيما يعرف بالجيش الوطني الشريف الذي يدافع عن قيم بلده. في الوفاق الوطني أيضا تمثل هذا في يعني مناظر كتيرة وأشياء كتيرة حصلت في ميدان المعركة، حتى أن الجند قدامي أنا في مكاني أنا اللي كنت بحارب فيه استشهد جندي مسيحي بخيت بطرس بخيت مع جندي مصري عمر زتون، وأصيب جندي مسيحي ماهر ناشد ويصة. الكلام ده مش بسيط، محدش يكلمني على عن فتنة طائفية زي ما جاء بعد كده انهم كانوا عايزين يهدوا الدولة المصرية. لو في وفاق وطني يبقى في جيش وطني قوي، يبقى في دولة محمية بأبنائها مش محمية بحد تاني. فدي معادلة مهمة جدا. الوعي الوطني، تجسد الوعي الوطني في رؤية المواطنين وإحساسهم نحو متطلبات المرحلة، ان احنا كلنا لا نستمع إلى أي دعاية أو شائعات، نؤمن بما يحدث على أرضنا وندعمه
ولا نستمع إلى أي أقاويل أو أخبار مغلوطة أو وده درس للنهاردة يتعلموه علشان الدولة المصرية قويت في هذا الوقت بصلابة أبنائها في الجبهة الداخلية التي حققت صلابة أكبر للجبهة الخارجية اللي هم جنودنا على كل محاور القتال. احنا كنا بنسمع الأغاني الوطنية، كنا بنسمع الإعلام الوطني، كنا بنسمع كل حاجة طيبة تقول لنا اصمدوا اصبروا اعملوا، كل ده كنا بنسمع اصطفاف في مجال الوعي ان كلنا كنا رجل واحد في الجيش، كنا كلنا القائد والجندي والصف ضابط، كلنا مقاتلين نعمل كفريق واحد. القائد يقعد مع جنوده كل اسبوع ويفهمهم الموقف العام. انا كنت ملازم في اللواء الثالث مدرع، كان قائد اللواء نور الدين عبد العزيز رحمه الله اللواء العظيم الذي استشهد على راس اللواء في معركه متلة في تطوير الهجوم. كان ياتي الينا كل اسبوع ويجمع اللواء ويحدثه عن ما يحدث حولنا. الناس دي العباقره دول اللي قادوا الدوله المصريه في هذا الوقت بقدرات وامكانيات متواضعه. لم يؤثر فيهم اي مؤثر خارجي، وظلوا عاكفين على فكره واحده انك مش هتاخد من غير ما تدي. ودي نقطه انا بنقلها للجيل الحالي، ارجوكم ما فيش حاجه اسمها فهلوه ولا اعمل عمل وانا مريح. اشتغل، اعمل، اعطي، ستاخذ. الحاجه الثالثه اللي كانت في الدوله المصريه الاراده. شعب مصر كله كان لديه الاراده، وعكس هذه الاراده على جيشه. امهات مصر وسيدات مصر تبرعوا بحريهم وابنائهم فلذات اكبادهم، يعني اغلى حاجه عندي. خد بالك ازاي؟ كانوا في التمريض، كانوا في العمل المدني، في الحمايه المدنيه. الابناء الصغيرين بنات واولاد كانوا في منظمه الفتوه تحت بتشتغل في الحمايه المدنيه. كل اجهزه ومؤسسات الدوله بعمالها وموظفينها كانوا بتعمل، يعني ودي مشهوره، مقوله مشهوره ان اقسام البوليس في مصر صحيح. لم تبلغ عن اي بلاغ او جريمه او جنحه او اي حاجه في هذا التوقيت. روح معنويه واراده. الاراده كانت زي ما قلت في وضوح الهدف والتخطيط الواقعي اللي اندمج فيه الشعب مع الجيش. هذا الشعب العظيم دفع كل اثمان انتصارات مصر وصلابتها وتقدمها وتطورها من دمه. ودي لازم نعرفها، من عرقه ومن دمه ومن جهده ومن فلوسه ومن كل حاجه. هذا الشعب العظيم هو الذي سند ودعم بقاء مصر على هذه الحال حتى الان.